ايه ده؟ معلش إيه في ايه؟ مين دول؟ انت يا عم يا اللي منور العالي. ده بوليس ده ولا ايه؟ ده بوليس ليه ما تطوليش بقى فيها؟ نور لا ايه السواقه الزفت اللي انت بتسوقها دي؟ انا مش خايف على العربيه؟ السكك كلها مطبطه وانت عمال بتجري، مش خايف مسمار يخش فرد الكاوتش يبوظها؟ انت عارف التيل بتاع العجله بكام دلوقتي؟ ابو الدهب بيه سيبك من التيل، خليك تقيل، المهم العقد. خلاص خلاص يا بنات، انا مش سامع مؤاخذه، قلت لكم لما تعوزوا حاجه تقولوا لي، ولا لازم ارش لكم ودنكم، ولا انا اتكلم ولا حتى انت لم تنادي؟ الله الله الله، ده الموضوع عقلي بقى وطلعتوا قرايب في بعضيكوا. طب اتكل انا بقى على الله، الحق اخد خالتي افسحها شويه وارجع لكم تاني. سلام عليكم. استنى يا فتحي، احنا مش متفقين اوصلك ولا ايه؟ استنى هاجي معاك يا فتحي، استنى عشان ما تتوهيش. اقعد هنا، تعالى هنا. تعالى. ايه ده؟ هو انتوا تعرفوا بعض؟ دي تاني مره نشوفهم مع بعض، ديفينتلي يعرفوا بعض. فين العقد؟ عقد ايه؟ العقد اللي مؤاخذة سارقينه دلوقتي من المتحف. احنا ما سرقناش حاجة، احنا كنا بنتعشى. والله وايه اللي على كتفك ده؟ ده كاتشب بس بيحرق قوي. ما انت عشان طلبته سبايس قلت لك بلاش السبايسي. بقول لكم ايه، احنا في منطقة لبش، والحكومة دلوقتي بتدور على اللي سرقوا المتحف، يعني ممكن تطب علينا في اي لحظة. اخلصوا ولخصوا بقى وطلعوا العقد. حضرتك احنا مش فاهمين بتتكلم عن ايه. ضاحي طلع حقيقي ولا خرس بقى؟ لا طلع حقيقي طبعا. انت يا زفت يا ضحي. انت ده ايوه يا ابو الدهب بيه. الوقت احنا عايزين العقد وهما مش عايزين يدونا العقد. نعمل معاهم ايه؟ نعمل معاهم ايه؟ انت بسألني؟ ناخد العقد بالعافية. ايوه ناخد العقد بالعافية. اللي معاه العقد يطلعه ولا فرغ المسدس ده كله في نفوخه. انا محدش يضربني في النار تاني. هو انا واقف على عربية بوم؟ خلاص يا هاني اديهم العقد. ومعاك انت؟ العقد بسرعة. حاضر بسرعة. ثانية واحدة. هو ده يا جماعة العقد اللي انتوا عاملين عليه الحوار ده؟ هو ده. طيب مش تقولوا كده من الأول، اعملوا لي غسيل معدة بقى. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ وقعوا الواد ده عبيط ولا متخلف ولا ايه؟ هات منه العقد يا ضحى. هات العقد بقول لك. مش قادرين تسرقوا خاتم. العقد يا ابو الدهبي. يا بنات، المؤاخذة انا كانت مشكلتي مش معاكم انتم، المؤاخذة كانت مع جدوك الله يرحمه بقى، وانا خلاص حتى حقي. بالسلامة انتم. يلا ضاحي اتفضل يا ابو الدهب بيه. احسن يا موزي. سلام. احسن بتبلع العقد. تفكر نفسك اسماعيل ياسين. ايوه يا عم بيبلع الحاجات. انت كويس؟ شفت حاجه كده يا شوشو؟ لا مفيش حاجه. طب على فكره يا انكل عم ذهب، العقد فقش اصلا. اوكي ما تجمد بقى يا عم سيف. في ايه؟ ما احنا ياما اتضربنا بالنار وبالسيوف وبالكرابين كمان، ما عملناش زيك كده. ده وانا صغير لما ابويا كان بيعاقبني كان بيلسعني بالمكوه في وشي. ليه انت ابوك كان ياجوج وماجوج؟ لا بس كان بيعلمني. هاني خد الجواب ده، ادي لبابا وماما في السعوديه. ايه ده؟ انت سعودي يا سيف؟ شبيه الريح شبيه الريح. يا عم سيف ايه؟ فيش ولا كلمه باينه، الجواب كله دم. كتبته بدمي. ايوه تمام، هنعمل ايه دلوقتي يعني؟ نكتبه تاني. نكتبه تاني؟ اكتب عندك يا هاني. قول. ابي الحبيب امي الغاليه اصيل. ابكي انزف واموت وتعيشي ضحكة مصر. لا وحياة خالتك، انت ما اتضربتش بالنار وانت بتحرس الحدود، انت اتضربت بالنار وانت بتسرق متحف. ما تقولش بتسرق، انت اللي خليتني اعمل كده، انا ما كنتش عايز. انت حرامي. ما تفكرنيش يا انت حرامي، وده مصير كل خير. قلت لي روح، انا ما كنتش عايز اروح. ايه يا واد قاعد بتنكب فيك ليه؟ قوم من هنا. بيخطرف من الرصاص. معلش يا حبيبي استحمل شوي، انا هطهرها لك وهتبقى زي الفل ان شاء الله. ايه ده يا خالتي، هو انت ليكي في التمريض؟ ايوه
وعندي كمان الطاقة. انت كمان خريجة التمريض؟ لا، كنت جايباها عشان شهر العسل. النبي انت اللي عسل. طب يا فالح، هات السكينة دي من جنب. هتجيب السكينة ليه؟ هتعملي بالسكينة ايه؟ متخافش، شاك الدبوس. شاك الدبوس؟ لا، انت هتغزني بالسكينة وتعملي الطلقة كده وتنط في المية، صح؟ وانا متبت شن؟ ايه الفيلم الانجي اللي انت عامله ده؟ ده انا جايباها عشان اقطع بيها الشاش. سيف عامل ايه يا صباح؟ الحمد لله يا حبيبتي جات سليم. انا هطهر له الجرح بشوية كولونيا وان شاء الله هيبقى زي القرد. كولونيا؟ لا، كولونيا بتحرق، بنشطشط لي الجرح. معلش يا سيف، استحمل كل ده عشان مصلحتك، وبعدين انا جنبك. هاتيلي الصينية دي من وراك. نيلي خليكي جنبي، ما تسيبنيش. كلنا جنبك يا سيف، ما تخافش. بص احنا هنعمل ايه؟ هنعد من 1 2 3 وبعدين نحط الكولونيا على طول. خلاص ماشي، هنعد 1 2 3 عشان خاطرك هعمل كده. صدقني مش هتوجعك ولا تحرقك ولا اي حاجه. يلا يا صباح. طب استنى اغمض عيني. غمض. يلا نعد 1 2. ايه يا واد، في ايه زرعتني؟ انتوا خمامين كلكم، انتوا كذابين، كذابه. عشان قلت لها تعدوا 1 2 3، عديت 1 2 بس ورشيته. انت خمامه يا خالتي صباح، خمامه. يعني لو كنا عدينا لـ3 ما كانتش هتحرقك. يلا يا هاني نشوف شريهان. سلامتك يا سيف. سلامتك. سلامتك سيف، وريني الجرح كده. دي الكسمة. اقبل. مالك يا واد عامل كده ليه؟ بتحرق قوي، مشتشتة قوي. انا مش قصدي على الطلقة يا خفيف، انا قصدي مالك مبهدل نفسك قدام البت نيلي كده وسايب حالك ومحتالك ليه؟ مفيش، مش صديقة. صديقة وبسعادة. انت بتسرح بيا يا ولا؟ فاكرني تلميذة بتشتغلني؟ خدت رصاصة في كتفك عشان صديقة؟ امال ايه؟ انت بتحب نيلي يا ولا؟ انا ما بحبش اتكلم في الحاجات ديت، انا ماليش في الحاجات دي، انا مركز في دراستي وابحاثي، لكن انا ماليش في الحب والحاجات دي. مالكش في الحب؟ انت فيك حاجة يا ولا؟ فيا ايه؟ لا بقولك ايه، خالد صباح انا كويس وزي الفل وكده. طيب مادام انت كده بقى، انا هقول لك الكلمتين اللي فيهم الخلاصة. قولي. البت نيلي دي قوية ومستقوية ومناخيرها في السما، بس كل ده على الفاضي. عاملة زي الفرسة الجامحة وعايزة الخيال اللي يحكمها. أيوة، يعني اخد كورسات ركوب خيل في نزلة السمان يعني، ولا اعمل ايه؟ لا يا روح امك، عايزاك تمسك نفسك كده وتشد روحك، ما تبقاش يعني لا مؤاخذة كده. لا مؤاخذة ايه؟ خالد صباح لا مؤاخذة، قلت لك انا كويس وزي الفل وكده، انا كده. طب كويس يا اخويا انك كده. طب بقى لا مؤاخذة، اتكل انا على الله واسيبك تستريح وتفكر لك شوية. خالت صباح دي طلعت صيعة صيعة. ايه شريهان، انت لسه متضايقة؟ ولا متضايقة ولا حاجة. هتضايق على ايه؟ ما حياتنا زي العسل اهي، وعم دهب اخد العقد والفلوس راحت وشكرا. انت ليه مستسلمة كده؟ بقولك كل حاجة راحت يا نيلي. مفيش حاجة راحت. ازاي يعني؟ انا عارفة انا بقولك ايه، مفيش حاجة راحت خالص. ممكن بليز تديني موبايلك عشان موبايلي قطع شحن؟ موبايلي مع الواد هاني في الحمام بيلعب جيمز. مش عايزه اتخيل اصلا. شوشو، ها هاتيلي كوز ميه عشان الشطافه ضعيفه ومش طايله. لا يا هاني مكسله، قوم بلي منديل. انتوا ازاي مقرفين زي بعض كده؟ انا هرجع. شوشو، ها مش لاقي مناديل، بس في فوطه جنبي قابلها. ماشي، بس عينها على جنب عشان ما حدش يستخدمها. بس انا في حيوان، انت مالكش دعوه بالفوط اصلا. انتوا ازاي كده؟ ايه البت الاوفر دي؟ هو هيمسح بيها وشه؟ بص على ايه؟ طلع فالصو. فالصو؟ فالصو ازاي؟ اهو
الختم بتاع الفلس اهو. ازاي سعادتك؟ ده انا واخده منهم بايدي ومسلمه يدا بيد الايد سعادتك. بعد الجهد ده كله يا رب يطلع العقد فلسه. يكون شيء بدله الاصلي بواحد فلسه بصنعه لطافه بخفه يد. يا سلام يا سلام على دماغك. وهم مش عرفهم يا غبي ان احنا هنطب عليهم؟ صحيح. وبعدين امتى هيلحقوا يطلعوا عليه؟ صحيح. هذا اللي مجنني انه احنا عارفين العقد فلسه. بيسرقوه ليه؟ صحيح. انت مفيش وراك غير صحيح صحيح. اخرس خالص مش عايز اسمع صحيح دي. حاضر سعادتك. شوف مين. الو. ايوه نيلي. عايزين تقابلوني؟ ماشي ما عنديش مانع. تعالوا عدوا عليا انا هنا في المكتب. ايه؟ الوقت متاخر؟ صحيح. طيب بكره. فين؟ في المرسم؟ ماشي في المرسم. سلام. الله على دماغ سعادتك. طب ايه بقى مؤاخذه الموضوع اللي انتوا عايزين لي فيه؟ بص يا انكل عم دهب. نعم. عشان ما نقعدش نلف وندور على بعض. احنا عندنا شويه معلومات واللغز. حضرتك عندك شويه معلومات بلس العقد. فاحنا نظبط الحاجات كلها على بعض وحضرتك تاخد الفلوس بتاعتك اللي عند جده. بس اللي اوله شرط اخره سور. سور ازاي يا بنت؟ اخره نور قصدك يعني؟ لا سور عشان السور ما حدش يقدر يعديه. نور ايه؟ وات ايفر يعني. وبعدين؟ اوكي. حضرتك هتاخد حقك واحنا هناخد حقنا ومحدش يجي على حق التاني الا مؤاخذه. طب مؤاخذه يعني انا ايه المطلوب مني برضو؟ حضرتك تدينا العقد ونفتح المجله ونشك ايه الموضوع. انتوا لسه بتشكوا في العقد؟ لا نشك يعني نشوف ايه الموضوع. ماشي هات العقد. اضح اتفضل يا مالك. اول حاجه لازم نفهمها هو ليه جده ودانا عند العقد وهو عارف انه فوقش اصلا. مفيش اي حاجه في الستوري ليها علاقه بالعقد وفقش عقش والجده بطه احنا ما خدناش بالنا منها. هو مفيش بس استني اما اتاكد. بس اهو الراجل رايح للجده بطه بيقول لها انه هيشتري العقد بفلوس كتير. قالت له ماشي. وبعدين بتفتح الدولاب ما لقيتوش ووصل الراجل تاني. الراجل انا جاهز يا جده بطه احضرت النقود معي. الجدة بطة وأنا لا أجد ما أقوله لك لقد ضاع العقد فجأة ولم أجده. الرجل أوه إنها خسارة كبيرة لقد وعدت زوجتي أن أهدي هذا العقد الثمين بعد أن أحفر عليها أول حروف من أسمينا. ماذا أعطيها الآن؟ فلة وياسمينة؟ الجدة بطة أنا في قمة الخجل ولا أعرف. العقد محفور عليه حروف وأرقام. يا بنت ما هي دي الحروف بتاعت الختم بتاع الفلس والمغزى. ختم فلسه ازاي؟ الحاجات الأصلية بس هي اللي بيكون عليها ختم. مين الحمار اللي قالك كده؟ الواد ضاح. أنا قلت حاجة؟ أنت امبارح مش قلت كده؟ والفلس له ختم برضه يا أحمد؟ لا اخلص خالص. طيب والله عيب تبقى حضرتك راجل كبير ومهم كده وتسمع كلام الحمار ده. يا جماعة هي الحروف دي إيه أصلاً؟ زاد به بس مش عارفه اقرا الارقام من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. وريني ها بالاختصار. صاد ايه؟ صاد يا بنتي صاد. صاد ب 717. ايوه يا جماعه صاد ب ده اختصار لايه؟ يكونش 717 دي صاد ب 717 ده نمره العربيه بتاعت جدكم. زمان ما كانش فيه حروف وارقام في نمر العربيات. صحيح. وكان في عربيات ليها ارقام. احمر انت. انا قلت حاجه؟ مش انت قايل كده امبارح؟ اخلص انت خلاص. Why don't you fire him؟ ليه؟ اضربني بالنار ليه؟ ممكن سمك بربوري؟ بربورك؟ صابون بالموليف؟ يكونش صندوق بيره. سمك بوري. لا يا جماعه استنوا استنوا، انتوا بتهروا في ايه؟ صاد به اختصار صندوق بريد. صحيح. صد به طول عمره صندوق بريد. يكونش صوصن بدر. ما تخلص بقى مع خلاص عرسينا. صندوق بريد. انا قلت اجتهد. لا ما تجتهدش. يا جماعه يا جماعه صندوق البريد ده اللي كنا بنبعت فيه الشمعدان والفوازير عارفه؟ شريهان يو لوك فيري ستوبيد. صندوق بالسين. هي بالسين فعلا؟ صحيح. سيبك منها يا عم دهب دي تافهه اساسا. طب واحنا هنوصل ازاي لصندوق البريد ده؟ عادي هنكلم دليل التليفونات. صحيح. معلش يا عم دهب تديني تليفونك بس اكلم الدليل عشان ما عنديش رصيد. تليفون انا؟ شوفي
تليفون انا البطاريه فاضل فيها 3 شهور. ما تاخدي التليفون بنت عمك اهرب لك ايه؟ اصيل يا عم ده. هاتي يا نيلي التليفون. حركات رخيصه قوي. خد يا بنتي. الو السلام عليكم. ايوه لو سمحتي عايز اعرف عنوان صندوق بريد 717 ده موجود فين؟ يكون شيء سكر بر. بر ايه؟ ما خلاص يا ابني انا قلت كتير. ما تكتئبش قول لي صندوق بريد وارسل عليه خلاص. فين؟ مكتب بريد الحلميه الجديده. شكرا. السلام عليكم. مكتب بريد الحلميه الجديده. بتهزري؟ هو الحلميه ده مكان بجد مش بس في المسلسل؟ طب بتتعمل قبل المسلسل ولا بعد المسلسل؟ مسلسل ايه بس يا بنت؟ خلينا في المسلسل اللي احنا فيه ده. يلا بينا نشوف صندوق البريد ده فين. يكونش صافي نار بترقص. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا حاج عايزين نفتح صندوق بريد 717. 717 717. ايوه صح مظبوط. عندنا انا عارفه انه عندكم. احنا عايزين نفتحه وناخد اللي جواه. راحت فين كوبايه الشاي؟ راحت فين؟ اتفضل يا حاج الشاي. اه متشكر. العتب على النظر. طب يا حاج عايزين نفتح صندوق 717. هو اي حد عايز يفتح صندوق نفتحه له كده على طول؟ ده صندوق خاص يعني لازم اللي يفتحه يكون المالك الاصلي بتاعه. طب ما احنا اصحاب الصندوق يا حاج. ايوه يعني باسم مين فيكم؟ باسم مكاوي ابو الخير. وحضرتك بقى مكاوي ابو الخير؟ حضرتك ايه يا حاج؟ انت مش سامع صوتي. انا انثى يا حاج. لا مؤاخذه يا بنتي العتب على النظر. هو فين بقى الاستاذ مكاوي؟ الاستاذ مكاوي عقبال عندك مات الله يرحمه ودول احفاده. ايوه وحضرتك بقى مين؟ انا حرم المرحوم انا جدتهم. معاكوا اعلام وراثه؟ لا معانا بطاقات. بطاقات؟ ما ينفعش بطاقات، لازم اعلام وراثه. اعلام وراثه ايه بس يا حاج؟ بيقولوا لك معاهم بطايق تثبت ان هم احفاد مكاوي. نيلي وشريهان احفاد مكاوي. انت قلت لي مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. نيلي وشريهان؟ نيلي وشريهان؟ ايوه نيلي. والله العظيم من ساعه ما دخلوا عليا وانا عمال اسبح عليهم واقول انا شفتهم فين. نيلي وشريهان؟ لا مش ممكن. بس انا اول مره اعرف ان نيلي وشريهان قرايب. لا حضرتك هو شفت بقى يا حاج؟ شفت بقى الدنيا ضيقه ازاي وصغيره ازاي؟ نيلي وشريهان وجولك اهم مع بعضهم، وانت عمال تقول لهم اعلام وراثه وادوني بطايق واثبات شخصيه. ده كلام؟ بطايق ايه واثبات شخصيه ايه؟ ده هم نفسهم وشهم بطاقه. ربنا يخليك يا حاج، ربنا يكرمك. ها هنفتح الصندوق بقى ولا ايه؟ طبعا ده انا افتح لكم الدنيا كلها صندوق. بس انا ليا طلب رفيع عندكم قد كده. انت تؤمر يا عم؟ طلب رفيع ولا تخين؟ اؤمر. نيلي وشريهان بقى وزمن الفن الجميل بقى والحاجات الحلوه الاستعراضات والاغاني بتاعت زمان الحلوه دي الفوازير دي نسمع منها بقى حاجه. طبعا ما انت فاهم ايه؟ لازم شويه كده. الراجل الطيب ده هيفتح لنا الصندوق. أيوة مش هينفع يا عم ده. نسمعه اي حاجه عشان نفتح الصندوق. اي حاجه. هو حد مش حافظ حاجه لشريهان ونيلي؟ يلا يا نيلي يلا يا شريهان. حياتكم بتاعت زمان دي. اه ركز بقى يا حاج واتفرج بقى. شوف بقى. ربنا يسامحك يا جدو. كله عشان خاطر الفلوس. سوري يا فنانة نيلي. أسفة أستاذة شرهان. سيادتك أم العريس. طبعاً أم العريف أم العريس. سك 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 على الموضوع. لو قلت هاخدك فوق. سك بوم عك تعك ما زو كش فكرك ممنوع تقول ممنوع ناو صوت عالموضوع. بدي واحد اتنين تلاتة بقى. بارارام بام بيريم بارا بام بام بارام بارا بام بام بيريم بارارا بيريم باريري با بار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 
ايه الجمال ده؟ ايه العظمه دي كلها؟ بصراحه والله 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 انتوا انستونا. امال ايه؟ انستونا. امال ايه؟ انستونا. اتفضلوا 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 يا جماعه، منورينا والله ومكترينا. 717 خلاص يا حاج شفناها. تعالى تعالى انت. شكرين. تفكر انت على الله بقى. بالمناسبه الجميله دي بقى يعني نسمع حاجه كده. لا خلاص بقى لو سمحت. معلش هم تعبانين دلوقتي، انا بعدين هاجي لك على رواقه كده واجيب لك معايا محمود شكوك. بجد والله ده وعد؟ وعد. اتفضلوا. شكرا. عيشوا بقى. سلام عليكم. الف سلام. سلام سلام.
ستاند راح فين؟ هات المفتاح. خلي دي معاك. اتفضل. 717 اهي. ايه يا بنت في ايه؟ بقالك ساعة ما قاعد انا جنبك ومتنحة في البتاعة دي، ما تقولي لنا حاجة. ما حضرتك انا مش فاهمة حاجة في المتاهة دي. طب ما تدوري في حاجة تانية غير المتاهة دي. مش هينفع، ما هو ما فيش أي حاجة مفهومة في الكلمات المتقاطعة غير إن الحل في المتاهة، وأنا عمالة أحل في أم المتاهة دي. والله ما في متاهة غير اللي احنا فيها. طب وهي المتاهة دي عايزة إيه لا مؤاخذة؟ إزاي نوصل محظوظ للعربية؟ طيب، يعني إيه مش فاهم برضه؟ ما حضرتك انا كمان مش فاهمه، ما هو ده اللي بقوله من الصبح. لو كنت فاهمه ما انا كنت قلت. طيب واضح ان احنا مش هنوصل لحاجه النهارده، فانا بقول هناخد المجله نروح بيها ونقعد نفكر كده براحتنا، ولو وصلنا لحاجه نقول لحضرتك. ده اللي هو عند مين؟ الساعه كام يعني؟ مؤاخذه المجله دي هتفضل هنا في الحفظ والصون. لو حبيتوا تحلوا اللغز تعالوا لي، ده مكتبكم برضه. ايه ده؟ انا افتكرت حاجة مهمة قوي. ممكن تديني المجلة ثانية؟ ثانية بليز. حاجة مهمة جدا. فهمتي حاجة؟ لا ما فهمتش برضو. طيب انتوا تروحوا كده تفوقوا نفسيكوا وتشطفوا كده وتروقوا، ولو لقيتوا نفسيكوا قادرين تفهموا وعايزين تحلوا اللغز تعالوا لي، ولو لقيتوا المكتب مقفول كلموني وانا اخلي حد يفتحه لكم. اوكي ثانك يو. باي باي. باي باي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ده الراجل ده حويط قوي من ساعة ما حط مناخيره في الموضوع، وهو عامل زي القرادة مش هيطلع إلا بالدم. سيبك منه. هسيبني منه إزاي بس؟ ده معاه المجلة. وإحنا معانا المتاهة. متاهة؟ معانا المتاهة إزاي يعني؟ فاكرة لما قلت له هات هات المجلة بسرعة عايز أشوف حاجة؟ فاكرة. خدت المجلة وعملت نفسي كأني بفكر في حاجة ورحت صورتها. برافو. وريني يا بنت اللذينة. هي مناخيرك فيها حاجة يا نيلي؟ مناخيري؟ لا. من هنا كده بصي. صورتي نفسك سيلفي بالوش. ازاي عملت كده؟ الكاميرا كانت معمولة على السيلفي. خبية. هنعمل ايه؟ نروح عند عم بندق يمكن نفهم منه اي حاجة. ماشي يلا. ازاي عملت كده؟ تعمليه بين داري كده ولا داري كده ولا داري كده يا وسطي. بين داري كده ولا داري كده ولا داري. ما تخلص بقى يا عم بندق، مش ممكن يعني. بصوا انا اصلي لازم احرق كده كام كالوري عشان الكرش ده يمشي. طب هو عشان تحرق الكالوريز دي تحرق دمنا؟ احنا عايزينك في حاجه مهمه. ما انا ما قلتش افهم منكم حاجه، بتتكلموا كلام بتتوهوني بيه. ماشي هفهمك تاني. دلوقتي الكلمات المتقاطعه بتقول ان الحل في المتاهه، والمتاهه فيها محظوظ مش عارف يوصل لعربيته. فهمت حاجه من الحوار ده؟ صراحه لا. طب هنعمل ايه احنا دلوقتي حضرتك؟ خلاص ما عندناش حل غير ان احنا نروح زياره لبابي في السجن ونساله. هتسالوه ليه؟ الله ما تسالوا محظوظ. محظوظ مين؟ محروفه اللي هو محفوظ. هو جده كان يعرف واحد اسمه محفوظ او محظوظ؟ ده كان حبيب جدك الروح بالروح، كان اسمه محفوظ، بس هو بقى كان بينده ويقول له يا محظوظ يا محظوظ، طلعت عليه محظوظ. يا سلام كان هنا بيت جميل واسع 14 بلكونه واتنين برجوله كبار، وكان ايه صراحه كان ممتع نفسه، يحط الشاي براد كبير قوي في بلكونه والكيك
كده جبل محطوط الناحيه دي والسكر الناحيه التانيه، ياخد شفطه سفع اتنين تلاته يبقعهم كده. وهو ليه كان منطور كده يا عم بندق؟ ما كان يحط كله في صينيه واحده ويدفح ويخلصنا. انا كان عايش في براه، محفوظ كان صاحب مزاج قوي 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 قوي. يا سلام عليك يا محفوظ، 54 حته كلهم مره مره واحده توك 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 والشاي وراه. شيء ايه وبتاع ايه؟ حرام عليك، دي دار الاوبرا مبنيه من الثمانينات. صح كلامك مظبوط، البنت دي فاهمه ومذاكره كويس قوي قوي قوي. هم لما جم بنوا الاوبرا بقى اشتروا البيت بتاع محفوظ وبنوا الاوبرا، محفوظ خد الفلوس وطلع على الغردقه بنى بيت هناك وعمل بيزنس واستقر من ساعتها. طب ليه؟ ليه حضرتك بتعمل فينا كده؟ حرام عليك، انا هعيط وحياه ربنا، احنا زي ولادك. الله انا غلطت في ايه؟ الله انتوا قلتوا عاوزين مكان بيت محفوظ، جبت لكم مكان بيت محفوظ. ده مش بيت، ده مش بيت، ده دار الاوبرا. الاوبرا اهدي اهدي يا نيلي بس عشان ما يجيلكيش جلطه. اهدي عم بندق. نعم. انت عارف هو ساكن فين في الغردقه ولا لا؟ على اللسان، هو كان تملي غاوي يقول لك انا عاوز اسكن على اللسان. هو هتلاقيه عمل بيت هناك وسكن على اللسان وعمل بيزنس، وبعد كده روحوا اسالوا هناك يا اولاد، دي الغردقه كلها ايه يعني شارعين، شارعين تسالوا فيهم. شارعين ايه يا عم بندق؟ دي مدينه كبيره يا جاهل النبي، يعني اتعمرت قوي كده الدنيا بتتغير. خلاص خلاص يا عم بندق، شكرا، انا هتصرف يا شرهان. هتتصرفي تعملي ايه؟ هتمشي بعربيه نص نقل تقولي فين محفوظ فين محفوظ؟ لا، اعرف واحد عايش هناك هيساعدنا. مين ده؟ اسمه مو، ماي اكس. ومستر اكس ده يعني عمدة الغردقة؟ لا، واحد عايش هناك عادي بس يعرف كل حاجة هناك. لما تلاقوه بقى سلمولي على محفوظ. شريهان يلا يا شريهان، انتي لسه ما جهزتيش؟ سيف مستنينا تحت. ما انا جهزت اهو. فين حاجتك اللي هتسافري بيها؟ ما هي يا بنتي. ما عندكيش شنطة سفر؟ لا، عندي الشنطه بتاعت المدرسه، هاند باك حلوه كده بس لقيتها مش مستاهله. يعني وريني الكيس اللي في ايدك ده. فرن طيبه من الفينو للجاتو. انت عمرك ما رحتي الغردقه دي قبل كده؟ لا طبعا رحتها كتير. مش دي اللي بعد شاطئ البترول اللي في فايد؟ انا كنت متاكده انك هتفضحيني. بس يعني اللي بقى، عشان انا بصراحه قلقانه وخايفه من الراجل اللي اسمه عم دهب ده، لو عرف ان احنا قرطسناه يا خرابي هيبهدلنا، ده راجل شراني ونابو ازرق. نابو ازرق؟ ما خدتش بالي، ما بيغسلش سنانه يعني؟ بلاش غباء يا نيلي، انا اقصد يعني ايده طايله. طايله ازرق؟ شريهان انا مش بفهم الكلام بتاعكوا ده، حبيبتي كلميني عادي. ماشي شرير يعني، شرير يعني باد جاي. لا باد جاي على نفسه، المهم نوصل الفلوس قبله. انا خلاص لميت حاجتي، ادخل بس اعمل لكم شويه سندوتشات عشان الطريق. سندوتشات ايه يا خالتي؟ يا بنت السكة طويلة، ناخد معانا شوية شندوتشات علشان نتوتد بيهم نتسلى. هي الغردقة دي يا نيلي مش بعد شاطئ البترول اللي عند فايد؟ أولاً مفيش حاجة في الغردقة اسمها شاطئ البترول، تاني حاجة أنت جاية معانا ليه أصلاً؟ بقالي 12 سنة بحالهم ما صيفتش، نفسي صيف، نفسي بقى أقعد على الشط كده ودلدل رجلي في المية المالحة واتسمس. هي دي فكرتك عن المصيف؟ طب ما تدخلي تجيبي تشت وتحطي فيه ميه وملح وتحطي رجلك فيها. خالتي احنا مش رايحين نصيف يا خالتي، وبعدين مالكيش مكان في العربيه. ليه يا اختي؟ ما هو سيف ونيلي قاعدين قدام، وانا وانتي والمتنيل هاني نقعد ورا. طب وماما ميمي؟ هنسيبها عند مشمش بتاع السوبر ماركت، بيفضل فاتح 24 ساعه، والعيال اللي عنده ولاد حلال يعني هياخدوا بالهم منها. اهو بقى يدوها حته جبنه رومي، شندوتش لانشون، حته جبنه اسطنبولي كده وزيتونه خضراء، باكو حلاوه، هيظبطوها يعني. لا طبعا انا مش هينفع اسيب ماما ميمي، وانتي اصلا مش هينفع اخدك معايا عند مو. انتوا كلكم مش هينفع اوريكوا لاصحابي، بالذات انتي بالكيس البلاستيك اللي انتي ماسكاه في ايدك ده. انتوا ممكن تفضحوني فضحت المتظاهر والطلوع على المعاش. متطاهر whatever. وسيمو بتاعك ده يطلع ايه يعني عشان هنفتحك قدام؟ الاكس بوي فريند بتاعي. قرايبكوا يعني؟ طب ومال، ما هو كده يبقى قريبنا احنا كمان. مش قريبها يا خالتي، الاكس ده يعني تتمشي معاه. يا لهوي، استغفر الله العظيم يا رب. صباح الفل.
يلا بينا يا جماعة، أنا جاهز أهو. إن شاء الله رحلة ميمونة وهنحكي لأحفادنا عليها. عايزين تسيبوني أنا السبوحة وتاخدوا معاكوا لهبل الأراجوز ده؟ عجبي جرى يا خالتي، هو أنا يعني في الهم مدعية وفي الفرح منسية؟ ما تعلي صوتك أكتر وتسيح لنا في العمارة، ولا أقولك خد كلم عم دهب أقوله أنت الكلام ده بنفسك. أنت شايفة يا شوشو خالتك بتتكلم إزاي؟ هو إيه اللي أنت لابسه ده؟ إحنا رايحين مكان نظيف، مش هيرضوا يدخلوك كده اصلا. ليه ان شاء الله؟ وبعدين يعني هيكون انضف من شاطئ البترول بتاع فايد. بليز محدش تاني يقول لي شاطئ البترول بتاع فايد، احنا مش رايحين نصيف، احنا رايحين نتنقل نشوف الراجل عنده الفلوس ولا لا. انت هتقعدي هنا مع ماما ميمي، وانت هتدخلي تغيري الكيس القرف اللي انت ماسكاه في ايدك ده، وانت هتنزل الشنط لصيف لانه مستنينا تحت. اند اوف ديسكشن. ايوه كده كربجيهم عشان نلحق البحر. ومش هنلحق البحر، وسيب الزفت اللي انت ماسكها في ايدك دي. كره الماء حرام عليكي. فضحتوني. يا رب ما تلحقوا توصلوا ولا تتهنوا، عشان انا بصلكوا في السفرية دي. يا رب شاطئ البترول اللي فايد يولع بيكوا يا رب. قادر يا كريم. الحمد لله انها عطلت بينا هنا لما وصلنا، كان زماننا اتبهدلنا في الطريق. يا بنتي احنا ما وصلناش، ما وصلناش، احنا وصلنا شاطئ الزفت البترول بتاعكوا ده، الغردقة لسه كتير جدا. ها يا سيف ايه الاخبار؟ تقريبا المشكله يا في حساس الكرنك يا في السربنتينا. الترنك ده في التليفون، والتربنتينا دي في ال... مفيش حاجه اسمها تربنتينا اصلا. ايوه مفيش حاجه اسمها تربنتينا، اسمها السربنتينا. ها يا جماعه خلصت فاتي خلاص، ممكن لوستا بقى يشوف العربيه. اتفضل. انت رايح فين بالسيجاره ديت؟ انت عايز تولع فينا؟ في انا ما اعرفش اشتغل غير والسيجاره في ايه. لا لازم ترميها. اهي السيجاره اهي. يخرب بيتك هتولع فينا، احنا في شاطئ البترول. اهدى اهدى يا حبيبي ما تخافش، شاطئ البترول يعني زي ما في بترول في ميه برضو. اتفضل يا اسطى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الجنود كلها متقطعه يا ابني. الجنود يا هاني اللي في الكبوت يا هاني. ايه؟ وبعدين ميه الكركاتير عايزه تتزود. ميه الكركاتير؟ اه. يا جماعة العربية دي شكلها سخنت. لا والله ما هي بتولع قدامك اهي. ما هو انت السبب، انت السبب عشان انا ما بحبش حد يسوق عربيتي وانت صممتي تسويها. ايوه ولعت. سيف اولا ما تزعقش، تاني حاجة انا عربيتي لما بتسخن بيكون فيها لمبة بتنور. طب ما هي نورت وقلت لك ثلاث مرات. لا اللمبة اللي في عربيتي غير، انا لمبتي لونها احمر انت لمبتك لونها اصفر. ما بس بقى يا ده سفروت انت والبنت الصفرة بتاعتك دي، خلينا نخلص. انت تخرسي خالص، انت السبب في اللي احنا فيه، انت وخالتك اللي نقرت لنا في السفريه. نبرت لنا خالتي ما بتنقرش بتنبر. Whatever. يا جماعه خلاص بما اننا جينا شاطئ البترول يلا بينا بقى ونلحق البحر. انت مجنون يالا، انت متخلف. انتوا مش عارفين تاخدوا قرار، احنا نوقف اي عربيه دلوقتي توصلنا، وعربيه سيفنا بنتصرف فيها بعدين. يلا وقف لنا عربيه. في عربيه جايه هناك يا وقف. اولاد يلا يلا. معلش معلش يا عم الحاج، عربيتنا عطلت، ممكن تاخدونا معاكم؟ على فين؟ احنا رايحين الغردقه. يا راجل احنا كمان رايحين الغردقه، هاتهم وركبوا ورا يلا. سبحان الله يلا بينا. يلا بينا ايه، هنركب فين؟ انت مش شايف العربيه؟ والنبي ما يغرك شكلها، تعالي انت اقعدي على حجري واصحابك دول يتزنقوا مع العيال ورا. لا شكرا حضرتك انا مش بعرف اركب على رجل حد. خلاص مش مشكله، انا هقعد على حجر طنط، انا حبيتها وانت تزني مع العيال ورا. يا جماعة مش هينفع، علميا احنا الأربعة لو ركبنا العربية دي مع الأسرة الجميلة المدورة دي العربية دي مش هتمشي. والنبي لا تيجي، دي تسامي الحبايب ألف. يا ماما أنا عارف اللي احنا الأربعة ممكن نقعد على حجرك عادي، بس مش هينفع. عموما احنا حبينا نخدم، كان غرضنا نخدم وخلاص. سلام عليكم. معلش يا حاجة كان نفسنا نتقلب معاكم، بس معلش معلش. بتسقف على ايه؟ سبحان الله العربية ماشية زي الحلاوة، عربيتنا احنا اللي تعطل. يبقوا اختاروا كويس العربية اللي هنركب فيها. مش عاجباني. اتفضل اتفضل. شكرا. ايه مالها؟ مش عاجباني. كانت كويسه يا نيل. لا لا انا مش بحب اللون ده في الموديل ده، عندي باد اكسبيرينس معاه. لا اتفضل حضرتك خلاص شكرا. اوبا. لا طبعا عربيه مبقلظه قوي. شكرا شكرا. اوه 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 يا مجنون. اوه انا مش هركب هنا، ما تصلحها ولا ايه اللي انت عامله ده؟ ايه ده؟ اتفضل حضرتك روح سمكرها ولا سنقرها. استغفر الله العظيم يا رب. اوكي انا هركب دي،
لا بقى خلاص دي مش عجباني، اتفضل حضرتك باي باي. ايه ده ليه يا سوسو؟ اصلها حلوه اوفر فجايبه لي بوزيتيف انرجي. اه جدع يا سوسو. امال ايه وانا اسيبها يعني تستغلنا كده وتبهدلنا؟ صح زي ما ليها ليكي طبعا. امال ايه؟ ايوه عشان بقى كل واحد يعرف تمامه. كفايه بقى مش هينفع الشغل دوت. اي عربيه هتيجي وتقف لنا هنركبها ان شاء الله. لو عربيه ميز سيبها واحنا انا مش عايز واحده فيكم تتكلم. اللي هتتكلم هتكلمها تبقى سيب النهجه يا خروف. ايه هتعمل ايه هتعمل ايه؟ اتفضل حاسب انت. لا لو هتزعل حاسب خلاص. لا 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 ما تقوليش ان هو ده البيت. ايوه هو ده بيت ماما. اقسمي بالله كده ان احنا هنبات في الفيلا دي؟ ايوه هنبات في الفيلا يا شريهان. ايه المشكله يعني؟ لا قولي اقسم بالله هنبات في الفيلا دي. على فكره فيلا عاديه جدا يعني، ممكن نخش جوه نلاقي كراسي بلاستيك وكنب اسيوطي عادي جدا. اسيوطي ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يا ابني فيلا بالجمال دي اكيد هنخش هنلاقي البحر جوه على طول. بحر يا متخلف انت، ممكن تيجي تتنيل تساعدني وتشيل الشنط. نيلي بقول لك ايه؟ ها انت مش قلتي ان مو ده الاكس مان بتاعك؟ الاكس بوي فريند بتاعي. فوريفر يعني الاثنين واحد مرتبطين وخلاص. ما اتجوزتوش ليه ده؟ هو اللي ما اتجوزتوش ليه؟ هي حرة، احنا جايين نشتغل وجايين نخطب. الله بسأل. بعد اذنك. يعني فرقت ايه انت؟ ما انا قاعدة برن من الصبح. نيلي انت ما اتجوزتوش ليه؟ عشان مو ويردو شوية، غريب يعني. ايوه غريب ازاي؟ هو غريب فعلا. ده مش مو اصلا، معرفش مين ده. ازاي ما تعرفيهوش؟ ده الكابتن ديفيد بيكهام. ولا هاني اتصور مع بيكهام؟ ماشي بس اركب وشي على دماغه. ماشي قصدي على جسمه. ماشي. مو هير اكسكيوز مي. هلو شيتوس ابو الكباتن. هاني الشنط تعاشل معاه الشنط. طب على فكره مش هشيل غير شنطتي وشنطكوا بقى ان شاء الله تتحرق، انا ماليش دعوه. ايه الروقان ده؟ ايه ده يا الناس دي رامية العفش في المايه ليه؟ بنت يا نيلي هما العيال دي مسمومه ولا ايه؟ مالهم كلهم دايخين وعاملين كده؟ عادي يعني يا شريهان كانوا سهرانين امبارح وشربوا فنايمين. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، ان شاء الله في جهنم الحمراء بالذات البنات المقفعه دي. شريهان بليز انا مش عايزه فضايح قدام ماي اكس. هو فين اصلا؟ في الضياع. ما الاب مسافر والام مفيش، يبقى ازاي الواد هيعيش؟ هو في احلى من كده عيش يا مغفل انت؟ انت بتعمل ايه يا هاني؟ في ايه؟ بشرب عطشان. بتشرب الكحول الصبح؟ بشرب ايه يا اختي؟ خمره. خمره ايه دي؟ ميه. في ميه لونها كده يا متخلف؟ اه ميه السلطه وميه الصرف. ما تلم نفسك بقى يا هاني وتسكت بقى. طعمها حلو قوي. خد ديفينتلي موم افور في حته هنا. بقول لكم ايه يا جماعه؟ الراجل اللي هناك ده مكفي على وشه كده من ساعة ما دخلنا الفيلا. ده جثة ده ولا ايه بقى؟ جثة تاني؟ انا كده مش هعرف اسوق، مش هعرف اسوق. سوق ايه يا متخلف؟ انت معاك عربيتك اصلا؟ قول مش هعرف اعوم. جايز ده مو. مو مو ار يو اوكي؟ مو انا نيلي انا جيت. مو ار يو اوكي؟ انت كويس؟ انت عايش؟ اه عايش بس كنت مريح شوية. ايه ده نيلي؟ هاي هاي سوري ما خدتش بالي. بس انت ايه اللي اخرت كده؟ اتاخرت ايه؟ الساعه 11. يا نهار ابيض. ايه كان وراك حاجه كده؟ مش هنلحق البحر. لا ما تقولش كده يا مو، هنلحق البحر. معلم هو انت مش كنت مقفور من شويه؟ لا دي حاجه بسيطه بس كده عشان اصحصح. حد بيسموك يا جماعه؟ ايوه يا نجم انا. باي مو. باي اشوفكم على البحر. باي بنات انا هبقى معاه، ما تتاخروش بقى عشان تلحقوا البحر. مو would you please do me a favor؟
كان في واحد هنا في الغردقة كنت عايزة أوصل له، قلت ما فيش حد غيرك هيوصلني بيه. واحد مين؟ واحد اسمه محفوظ. محفوظ بتاع مطعم محظوظ؟ في واحد فعلا هنا اسمه محفوظ وعنده مطعم اسمه محظوظ؟ ده أكيد راجل نرفوز. لا ده أكيد شخص مهزوز، كان كلبوز وبقى لزوز. ايه يا جماعة القرف ده؟ كابتن مو، هو احنا ينفع نروح له على طول؟ تعرف كعبول الأكول؟ يبقى انت أكيد مصطول، مقلول في اسطنبول. ايه يا مو؟ دول ايديتس، انت هتزيد معاهم؟ بصي، في واحد اسمه محفوظ وعنده مطعم على المارينا اسمه محظوظ. نحلب بزبوز. لا 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 يا جماعة كده كتير والله العظيم، هيجيلي كرشة نفس. أنا هروح للراجل ده ولا أنتوا هتقضوها بقى عزوز وإحنا عندنا لغوز عايزين نحلوز. خلاص يا شريهان جايين. طب رايحين على فين يا جماعة؟ أنتوا مش هتنزلوا البحر معانا ولا إيه؟ أيوه يلا بينا، أنا منت وأبقى جاهز. وانت مالك انت؟ احنا مش عندنا مشوار نروحه. روحوا انتوا ويبقوا احكولي. هتيجي معانا يا هاني؟ لا مش هاجي. انت عايزاه معاكي ليه اصلا؟ ده ملوش لازمه. امال ايه يعني نروح احنا كده من غير رجاله؟ ده على اساس ايه؟ ان انا كنزايا؟ انا عارفه كويس هاني عايز يروح البحر ليه. هكون عايز اروح البحر ليه؟ هضرب لي غطس في الميه، الم ودع، ادفن نفسي في الرمله، اجر بدال، اي حاجه من الانشطه بتاعت البحر دي. ده واضح انه ما راحش البحر من زمان يا جماعه. سيبهولي وروحوا انتوا مشواركم، على ما ترجعوا تلاقوني ايه وضبت الاوض كلها. انتوا هتبيتوا هنا كام يوم؟ احنا هنبيت عندك هنا يعني for like 2 or 3 days. لا نبات، احنا مش هنبات هنا. ليه يا برو؟ البيت هنا كبير وفي اوض كتيره جدا، اطلعوا نقوا الاوض اللي تعجبكم. انا عموما ما بنامش في اوض خالص، انا بنام على الكنبه تحت. لا احنا هننزل في نزل الشباب او بيت الطلبه. ليه يا سيف؟ ما الراجل متبت فينا وحات امك لمبات يا شيخ. متبت ايه دي؟ عزومه مراكبيه، ده لينا ترموا في اي حته. يا سيدي انا عايزه انا اقعد كده ترمي في. لا سيف ايه؟ انا ما صدقت ان انا انام على سرير نظيف واكل اكل كويس. ده غير انه اصلا هو مش فاهم المصيبه اللي هتحصل له. شريهان وهاني دول هيملوا له البيت حشرات، فالحمد لله انه وافق. اسكت بقى. خلاص يا ماما احنا هنروح ونرجع لك. اوكي سلام. سلام، وعقبال لما تيجي وهنكون جهزنا البحر. صباح الفل يا معلم. صباح الفل. بقول لك ايه، ايه اكتر حاجه حرام ممكن نعملها دلوقتي؟ تاكل فستق؟ لا اعوذ بالله، مش للدرجات يعني. Bonita cinturita, bonita web, bonita cinturita, bonita web, bonita cinturita, bonita web, bonita. Boom, 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 que te hace el cuerpo tiembla como sismo. La zona se calienta, demasiado de violenta. Acelera rápido, dale, muévelo rápido. Acelera más rápido, dale, muévelo rápido. Quiere, quiere más, te lo doy, doy. Si pide más, está abajo, es que me voy, voy. Soy dinamita para ti, si lo soy, soy. Yeah, eléctrica, atlética. مساء الخير. لو سمحت مستر محظوظ موجود؟ محفوظ. تمام يا فندم، هو موجود في ميعاد. ممكن تقول له نيلي وشريهان احفاد مكاوي؟ تمام، لحظات وهبلغ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنات، ازيكم؟ هاي. معقوله كبرتوا وحلويتوا قوي كده؟ اهلا اهلا اهلا، اتفضلوا. ميرسي. ثانك يو انت. ده من ذوقك يا حاج. حاج اكيد انت بنت عبد الحليم صح؟ صح. وانت بنت عبد الله؟ ايوه. وانت ابن مين يا حبيبي؟ انا ابن صادق جاد الحق. مين صادق جاد الحق؟ ابويا. هذا سيف، هيز ا فريند اوف ماين، هو مش قريبنا خالص. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انكل احنا كنا عايزين حضرتك في موضوع. انت تأمري بس مش نشرب حاجه تطري على قلبنا في الاول. عندنا هنا مخيتو يجنن. متر تحت امرك يا استاذ محفوظ. اربعه مخيتو بسرعه لو سمحت، اكسترا ليمون، اكسترا من اكسترا اي، اكسترا جبنه رومي وحياه ابوك وسيح. اكيد اكيد انت بنت عبد الحليم. Thank you.
اهلا وسهلا. اهلا اهلا هو ده بقى. اتفضل. شكرا يا ابني وتشكر جدا. تشيز. ها وانتي ابوكي عامل ايه؟ لا انا ابويا الله يرحمه مات يا حاج. الله يرحمه ويحسن اليه يا رب. وانتي باباكي عامل ايه؟ انا بابي في السجن. انا مكرم. انا بسال انا وانت برضو بابا في السجن؟ لا انا بابا في السعوديه. معلش معلش يا بنات انتوا لازم تعذروني، انا بقالي 10 سنين من ساعه ما عملت المكان ده هنا في الغردقه وانا ما بنزلش القاهره، لا اعرف فيها ايه ولا دس فيها بيعملوا ايه. حلو قوي الملوخيتو ده، بس انتوا ليه مش بتخرطوا الملوخيتو وبتحطوها زي ما هي؟ لا 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 وحش ما عجبنيش، بيلسع كده بينك في حاجه مصننه. ده حلو قوي الدوله ده يا تاشا. الملوخيتو ده. ايوه أنكل احنا كنا عايزين حضرتك في خدمة كده. تحت أمرك يا حبيبتي، بس مش الأول تشربي الدرينك بتاعك علشان تبلي ريقك وبعد كده نتكلم. والله أنا مش قادرة خالص، أصل احنا جايين من السفر على حضرتك على طول. مش عايزة الملوخيتة بتاعك تدوبي. اتفضل. أنتوا جايين من السفر على هنا على طول، مش معقول، يبقى أنتوا بقى على لحم بطنكم لازم تاكلوا. عندنا هنا فيل يجنن بنجيبه من المزارع بتاعتنا في نيوزيلندا. انا اول مره اسمع ان الفيل بيتاكل. طب لو امكن بقى يبقى حته من الزلومه عشان تبقى مقرمشه. فيل ايه متخلفه؟ بيقول لك فيل، فيل يعني لحمه عادي. اه يعني اكل. إيه طب لو اكل بقى؟ لا مش عايزه لحمه، ممكن بقى شويه فراخ كده محمره على رز ملوخ او حواوشي. عندك حواوشي يا حاج؟ فعلا فعلا بنت عبد الحليم. على العموم انا تحت امرك في اي حاجه انت عايزه تاكليها، اما الحلو بقى فسيبيه عليا. عندنا كريم بيولي يهبل. ايه البراوليه ده يا حاج؟ مش بقول لك فعلا بنت عبد الحليم. هو ليه كل ما اقول لحضرتك حاجه ده؟ فعلا بنت عبد الحليم. هو ابويا ده كان بكابورت وانا مش عارفه. مستر حنتوس هتشرب الملوخيتو بتاعك؟ لا لا اتفضل يا حبيبي. اديني بقى ملوخيتو. انا بقى انا مش شايف ايه كيف انا ملوخيتو. سيف انت كويس؟ انا كويس. بس الملوخيتو ده بيمشي البطن وانا مش شايف حمام هنا، ولا انتوا بتحفروا في الارض ولا بتعملوا ايه هنا؟ لا 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 الحمام هناك على ايدك اليمين. طيب مش هروح انا بقى. اتفضل اتفضل. اروح الحمام انا. مش مهم. انكل احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه ضروري قوي. تحت امركم يا حبيبتي. انتوا مش عارفين جدكم كان يعني ايه بالنسبه لي، ده ياما وانا صغير ساعدني ووقف جنبي، ده صديقي الصدوق، حتى بالاماره كمان العربيه اللي اداها لي زمان وانا صغير لسه محتفظ بيها في المكان ده لغايه دلوقتي، كانت وش السعد عليا. عربيه ايه؟ عربية اداها لي زمان قبل ما يموت الله يرحمه. طب هي فين العربية دي؟ موجودة هنا طبعا. انتوا مش عارفين جدكم كان يعني ايه بالنسبة لي، ده ياما وانا صغير ساعدني ووقف جنبي، ده صديقي الصدوق، حتى بالأمارة كمان العربية اللي اداها لي زمان وانا صغير لسه محتفظ بيها في المكان ده لغاية دلوقتي، كانت وش السعد عليا. عربية ايه؟ عربية اداها لي زمان قبل ما يموت الله يرحمه. طب هي فين العربية دي؟ موجودة هنا طبعا. طب ممكن نشوفها بعد اذن حضرتك؟ طبعا يا حبيبتي تحت امرك. اتفضلوا اتفضلوا تعالوا. اتفضلوا. خلاص بقى. اهي هي دي. طب بعد اذن حضرتك احنا عايزينها. ايه؟ عايزينها؟ عايزينها ده هي روح النونة. هو مش حضرتك قلت لنا ان جدنا اديها لك هديه؟ احنا عايزين نرجعها. في حد بيرجع الهديه برضه؟ معلش يا انكل محفوظ، اصل احنا عندنا شويه ظروف كده وكنا مزنوقين في فلوس، فممكن العربيه دي تحل لنا الازمه. مزنوقين؟ اه. طب حس ان انتوا مزنوقين بقى، انتوا بتعدوا عليا اول كل شهر، اغديكوا ولا اعشيكوا ولا ادوكوا حاجه تطفحوها؟ ايه يا عم انت، واحنا بنطلب منك حسنه؟ احنا بنطلب حقنا. طب ايه رايك بقى يا برنس ان احنا مش هنخرج من هنا؟ فلوس يا نيلي؟ لا طبعا. انت معاكي؟ اكيد لا، ما كنتش سالتك. طب نشوف سيف، اكيد معاه. اكيد سيف. بيعمل ايه ده؟ Que me voy, voy.
perfecta para ti si lo soy, soy yeah. Genética, magnética, fuimos. Pégate, baila conmigo, baby. Suéltate, baila conmigo, baby. Pégate, baila conmigo, baby. Suéltate, baila conmigo, baby. هنعمل ايه بقى مع انكل محفوظ ده؟ انت لسه بتقولي عليه انكل؟ ده راجل ما عندوش ضمير. ايه ده؟ نعيم، نعيم يا نعيم، يا نعيم وحشتني يا نعيم. Sorry, he's drunk. Have a nice day. انت بتكلمي انجليزي ليه؟ ده نعيم. اسكت بقى، كفايه فضايح، خليك ماشي ورانا هنا. طب تفتكري العربيه دي هيطلع فيها الفلوس فعلا؟ لا طبعا، ما كانوا لقوها من زمان، اكيد عدد تاني. ايه؟ لا عدد تاني لا، انا مش قادره على الفرهده دي بقى بجد. بس يا حبيبي بلا. بقول لك ايه يا شريهين، ما تيجي نفكنا بقى من الكنز واللغز والكلام ده ونروح نقضينا يومين في الجونه وخلاص. وبابي بقى هارد لك، هو حظه كده. هنعمل ايه؟ انت هبنا يا بنت انت، جونه ايه؟ حرام عليكي بقى. قولي لنا بقى فين اليخت بتاع صاحبك مو ده، عشان خلاص رجليا وجعتني. اليخت اهو. ايه 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 ايه؟ انتوا اتاخرتوا كده ليه؟ مفيش اصلا. بس بقى ايه يا هاني اللي انت عامله ده؟ يالا انت فاكر نفسك بتنشط السياحه يا روح خالتك؟ سياحه ايه؟ دول زمايلي في المعهد، وجيت هنا سبحان الله لقيتهم صدفه. قولي لها يا سماح. يا جماعه مالكم قافشين كده ليه؟ يلا اطلعوا بسرعه، ده الست قريبتكم دي طلعت جامده. بس قريبتنا مين دي؟ ايه واو، خالته صباح. نهار اسود يا خالتي، انت جيتي مع مين؟ جت معايا. انتوا ما تعرفوش تزوغوا مني. فين ماما ميمي؟ ماما ميمي يا حلوة في الحفظ والصون. خطفتوها يا كلاب؟ لا، بنفرجها الشعب المرجانية. ميمي لو سمحتي اقعدي حبيبتي. حاضر حاضر، هركبك باراسيلينج تاني. هي ايه يا اختي المزيكا المسخه اللي حاطينها دي؟ شيشي انت بقى ومزاجك عنب، ومش همك المصيبه اللي انت دبستينا فيها. مصيبه ايه يا اختي اللي انا دبستك فيها؟ التسليمه السوداء اللي سلمتيها لنا للي اسمه ضاحي ده. انا يا اختي ما سلمتش حد وما اعرفش حاجه. الراجل جالي وقال لي انه هو صاحبه وسألني راحوا فين. قلت له يا اخويا راحوا الغردقة. قال لي طب انا رايح له. قلت له طب والنبي يا اخويا عشان خاطري تاخدني معاه. خدني معاه. مش انتوا اللي سبتوني وتلمتوا على بعض وما رضيتوش تاخدوني؟ قال ايه مفيش مكان في العربيه، اديني جيت لكم على قلبكم اهو. انت عارفه الراجل اللي انت جبتيه لنا ده مين؟ هيكون مين يعني؟ الزفت المساعد بتاع عم دهب اللي احنا ما صدقنا ان احنا خلصنا منه. تخلصوا من مين يا حلوه؟ اوعوا تتخيلوا انكم تقدروا تخلصوا مننا. اي حاجه بتعملوها بتبقى تحت عينينا، فما تفكروش انكم تقدروا تزوغوا مننا، عشان ده مش هيحصل خالص. لا خالص، نزوغ ايه؟ احنا اصلا جايين لغردقه عشان انا اخد تان. وانا كمان حتى اي جوت سان كيست، مش حاسس؟ انا كمان مش حاسس. وبعدين كمان عشان ندور على الكنز واحنا فريش. وكنت رايحين لمحفوظ عشان تبقوا فريش برضو. اسكت، ده عندهم بقى كريمه البراوني دي تحفه. بص مزلزه كده. ده انا بحب الزليزه قوي. طب خد امسك يا مزلز انت. بقول لك ايه يا اختي، انا ماليش خلق، انا جاي عشان اصيف وانبسط واشم هوا واشم النسيم كمان معاه. عن اذنكم بقى. براحتك يا بهدوره براحتك. انا رايح اخويا اقعد مع الشباب. بقول لكم ايه، انا مش جاي النهارده، احنا ورانا شغل. ليكوا ايه عند محفوظ؟ لقينا عند محفوظ العربيه اللي كانت في اللغز. حلو، ولقيتوا فيها حاجه؟ ما عرفناش نوصل لها، متعلقه في حته عاليه في المطعم. احيه، وهنعمل ايه؟ ولا حاجه، هنروح بالليل، هيكون زحمه ودوشه وكده، فهنتسبسب في وسط. هنتسبسب ايه؟ نتسبسب ايه؟ ما هنتسرسب. اوكي وات ايفر، هنتسرسب في وسط الناس ونوصل لها.
طب لو اتقفشنا؟ لا 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 ما تقلقوش من الحكايه دي، حتى لو اتقفشتم هخرجكم منها زي الشعر من العجينه. فوتكم بعافيه. بس اوعوا تفتكروا انكم تقدروا تغيبوا عن عينينا. ها حد يلحقه عشان اي جس ما بيعرفش يعوم. حاولك ما تلاقوش، انا هنقذه. لف المركب يا حامد، ما بيعرفش يعوم. جاي لك يا سيف. استنى يا هاني، ما انت ما بتعرفش تعوم. ايوه استنى. انقذني. انا ما بعرفش اعوم. يخرب بيتك. او هما اللي اتنين ما بيعرفوش يعوموا. استنوا بقى، انا مؤاخذه يا حاج. ايه ده؟ روح عم استني هادي دوامة. سيبوه يغور في داهية. ايوه ايوه ايوه، ده مش مهم مش مهم، عادي سيبوه. اطلع يا هاني، يا هاني اطلع. هما العيال دول مجانين ولا ايه؟ رايح فين يا اخويا؟ لا بلاش، انت مصر عايزاك استنى. يا لهوي. الحقنا مو الحقنا مو ده. ايه برضو يا ابني ايه ده؟ يا ابني اهبل منك. لا يا ابني. ازيك يا هاني؟ استنى. ما دي هرب يا ابو. يا نهار اسود، سبتوني لوحدي في الميه؟ بس ده ما بيغلبش ابدا. انا هتصرف. 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 ايه المنظر اللي انا شايفاه ده؟ انت جبتي الشيشه دي منين؟ هو انت ليه مصره تفضحيني وتعريني قدام الناس؟ مالك يا شملوله مستعريه من الشيشه ليه؟ دي الشيشه يا اختي حتى بقت عالميه، كل العالم بيشايش زيها زي الشاي. مش شايفه الروسيات اللي هناك دول الامامير دول بيشايش؟ وكابتن ميدو كمان بيشايش، وكيم كارديشيان بتشيش، انا شفتها بعيني، وبتشرب سلون كمان. مش مصدقه التخلف اللي انت بتقوليه. انت عارفه انت ناقصك ايه يا صباح وتكملي الفضيحه؟ ايه يا روحي؟ ناقصك مفرش وحله محشي. اخسى عليكي، واذا حاجه تفوتني جبتها طبعا، بس دخلتها جوه في المطعم عشان يسخنوك، اصلها ما تتاكلش بارده ابدا. اشيلك صباعين؟ صباح انا كنت ابتديت احبك واشوف فيكي حاجات كويسه، من فضلك ما تلغيهاش بقى. بليز النهارده ما تتكلميش معايا خالص. اوكي اوكي، بس بقولك ايه يا اختي، والنبي وانت رايحه كده بيقولوا الواد بتاع الشيشه يجيلي عشان عايزاه يسلك لي الرفاص. عيب اللي انت بتقوليه ده، انت بتقولي ايه؟ جهله. هو انت فاهمه حاجه؟ هو انت تعرفي انت الشيشه دي ايه؟ شريهان ملك قاعده متضايقه كده، اكيد مكسوفه من خالتك والحاجات اللي بتعملها. بقولك ايه يا نيلي، فكك مني عشان انا متضايقه بجد، وممكن اديكي من البوكس عادي. ليه مالك؟ احنا قاعدين على البحر، المفروض تبقي مبسوطه. انت اصلا اول مره تشوفي بحر عجاز صح؟ بلا بحر بلا زفت بقى، ادي اهو اتفضلي، ده اللي خدناه من البحر. اوكي بصي يا شريهان،
هو عنده حق بصراحة. عنده حق ليه بقى؟ إن شاء الله هم أحسن مني في إيدي، حتى مسلوعين وقد كده. لا يا شريهان I'm sorry، أكيد مش هتدخلي في مقارنة مع دول، عشان لو دخلتي في مقارنة هتبقي خسرانة. خسرانة ليه إن شاء الله؟ عشان دول بنات. بنات؟ أمال أنا إيه يعني؟ سوزوكي تمنية؟ لا حبيبتي You're beautiful I know، بس انتي عندك سم ايشوز كده. بقولك ايه يا نيلي، بلا سم ايشو ولا بتاع، بقى اسكتي عشان انا ممكن اديكي في وشك. شريهان I'm your cousin فلازم ابقى دايركت معاكي. يا بخت من بكاني وضحك عليا ولا من بكاني وضحك عليا. ايه اللي انتي بتقوليه؟ ما الاثنين واحد، ضحك عليا دول اثنين حاجه واحده. يا بخت من بكاني وضحك عليا ولا بكاني وقفل عليا. يا نيلي انتي بتقولي اي كلام، خلاص اسكتي. انا فاهمه انتي تقصدي ايه، انا عارفه ان انا يعني شكلي مبهدل ومش مهتميه بنفسي، بس والله غصب عني يا نيلي. اعمل ايه؟ مش بايدي. لا مش غصب عنك، اهتمي بنفسك شويه. امتى بس يا نيلي؟ ده انا كنت بصحى من النوم انزل على الشغل، ومن شغلانه لشغلانه، وبرجع اخر الليل مهدوده وتعبانه لغايه ما اتعودت على كده. وبعدين يا نيلي انا معيش ولا فلوس ولا وقت عشان اشيك واجيب لبس واحط مكياج زيك كده. انا عارفه حبيبتي ان انت يور فيري بيزي وعندك من شغلانه لشغلانه وكل ده حاجه كويسه، بس معقولة يعني يومك كله ما عندكيش فيه ساعة واحدة حتى تروحي سبا؟ سبا؟ ايه السبا ده؟ استغفر الله العظيم، احنا غلابة يا نيلي، سبا ايه؟ ده مش حاجة حرام على فكرة، كل البنات بتروح، قصدي يعني ان انتي تروحي تقعدي في جاكوزي في ساونا تعملي مراكن باث. طب ما عادي، ما انا كل عيد اضحى بروح حمام التلات اتكيس واتكبس وبطلع منه وردة مزنهرة. مرة واحدة بس في السنة بتروحي عشان تطلعي وردة مصنفرة؟ صنفرة ايه؟ بقولك مزنهرة زي الفلاور كده. اوكي طب بلاش سبا، روحي للكوافير. كوافير؟ كوافير ايه يا نيلي؟ وانا لاقيه الشطف؟ وبعدين انت عارفه الكوافير ده ممكن ياخد مني كام؟ مش اقل من 15 جنيه، يعني هيفرمني. 15 جنيه ليه يا حبيبتي؟ انت رايحه تعملي شعرك في بنزينه؟ بنزينه؟ انت هتقعدي تتريقي في بنزينه يا نيلي؟ انا مخنوقه بجد وتعبانه. شريهان دي حجج هبله قوي. It has nothing to do with الفلوس. البنت لما بتكون عايزه تبقى حلوه بتبقى حلوه. طب ممكن اعرف ازاي حلوه دي؟ مبدئيا شيلي القبعه اللي على دماغك دي، والباقي بقى هوريهولك قدام مرايه، مش هعملك ميك اوفر في البحر يعني. بجد يا نيلي يعني ممكن تخليني شكلي كده يبقى حلو زي كده، او مثلا تخليني ستايل وفاء عامر زي انا كوين ان نو واي، بس ممكن اخليكي تكوني زي وفاء عامر او ايتن. حلو حلو ايتن برضو بطايه كده. ماشي اوكي I'm so excited. غرقنا ايه؟ لفة كمان. يلا تعال انزل. لا لفة كمان. لا حلو قوي كده. يلا يا ابني شوف صاحبك فين. ايه يا ابني ده بنعيمك فوق كده؟ يا سيف حد يا ابني نام فوق العربيه. انزل انزل يا ابني. معلش اصل انا كنت مدروخ وفي مراجيح في دماغي بتتمرجح كده و... القرف اللي انت عملته ده. قرف ايه يا عم؟ في ايه يا عم انت متضايق كده ليه؟ متضايق عشان العربيه. ايه يا عم انا كنت عملت فيها حمام؟ لا رجعت فيها. خلاص معلش امسحها فيا انا، مش القذاره اللي عملها الموقف يعني. انا معرفش انت متعصب على ايه؟ دي عربيه نص نقل. ايوه بس عزمها شديد برضه يا سيد. نص نقل ايه يا هايف انت وهو؟ انتوا عارفين العربيه دي بكام؟ معلش بقى ما تخلوش يفصلك، احنا كنا مفرفشين. ايه العربيه دي؟ انت بتوزع بيها جبنه؟ ايه يا واد يا سيد؟ ما تبقاش كده حكايتك. قول للراجل كلمتين حلوين وانت يا اخويا اهدى شويه كده، ده انت حلو كده اهدى شويه. هو ايه يا جماعه اللي حصل فيه ايه؟ تعالى يا نيلي شوفي اللي انت جايباه ده، رجع في عربيتي. وانت عارفه انا بحب العربيه قد ايه. لا ومتضايق قوي ان انا زعلان وانا ما اعرفوش اصلا. ولا اصلا ما اعرفكش وما شرفنيش ان انا اعرفك. ولا انا شرفني اعرف واحد لوزر زيك بشكلك ده. يا جماعه استهدوا بالله، ده شيطان ودخل بينكم. ما هو طبعا طبيعي ان الشيطان يبقى قاعد معانا في وسط الخمره والنسوان دي عادي. اسم الله على شكلك انت يا حبيبي. ماله بقى شكلي؟ شكلك حلو وجميل وعضلات وحاجه تقرف، وعندك شركه ومعاك فلوس. الرجوله مش بالحاجات دي كلها يا حبيبي. امال بايه؟ ايه يا عمنا ده انت ابو المفهوميه وعارف الرجوله بايه؟
مش بالقذاره اللي في دماغك دي. ما قلتش حاجه. بالعلم اللي قدامك ده وبلا فخر حاصل على الثانويه العامه بمجموع 103.5%، 2 بكالوريوس بامتياز مع مرتبه الشرف، حاصل على الزماله من جامعه السربون كامبريدج وجامعه المنوفيه، ده غير ان انا حاصل على الحزام الاخضر في الكاراتيه وحاصل على لقب بول بول طليعه الكشافه البحريه. احنا قراصنه البحار، احنا ملوك الكشف النار، والنار بتقيد على سقف ايد. بحريه بحريه بحريه. ولا يفرق بالنسبه لي الهبل اللي انت عملته ده. بعدين ايه اللي انت لابسه ده؟ لابس لي قميص كارو جايب بنطلون قص وعامله شورت وشراب، ايه باش كاتب البحر؟ كاتب البحر. طيب يا اوعى يخرب بيتك يا مجنون يا ابن الجزمه. لا 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 فارمل يا نجم، الراجل ده تابع واللي يغلط فيه يبقى بيغلط فيا. انت هتذكر علينا ولا ايه؟ يا نهار اسود، ايه يا عم اللي انت عملته ده؟ اطلعوا بره. نطلع بره فين؟ ده شاطئ وكان شاطئ ابوك. يا مش هتطلعوا بره؟ انا هوريكم. لا لا انت هتهددها يا بنتي، ورايا كده انا اللي هحميكم. هيرجعني لايام الشهاوه تاني. لو قربت من هنا هتتقطع كده 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 الجزل وكره اهو. بتعملي ايه؟ ده خطيبي، دي اخرة النجاسة يا ابني الصرمة. لا يا ما انا اسف ليكوا يا جماعة، انا مش عارف انا عملت كده ازاي. ما هم الزفت اللي بتشربه يا كابتن مو، والله حرام بصراحة يا مو. انت زودتها قوي وقلت لسيف كلام غلس جدا. انا هون اعتذر له لما ينزل، وانا صلحت له عربيته ومش حاسبه عليه عشان اصلحه يعني. خلاص بقى يا حبيبي صعبت علي. ما خلاص بقى يا عيال. وبعدين هو كان سكران والخمرة بتعمل أكتر من كده. طب أنت عارف أنا ديك النهار كنت مقربعة نص زوتس، فقت منه لقيت نفسي متكلبشة باسم قصر النيل. قال إيه؟ بتحرش بالخواجات في المتحف المصري. خالتي مش ده الراجل الروسي اللي قال إن أنت اغتصبتي؟ لا يا بت، داك هو كان ألماني. أمال الروسي ده نهين فيه؟ ده بتاع قلعة قطبان. انت هتحجي عليا؟ انت ازاي متجوزة بابي؟ هو يعرف تاريخك القرف ده؟ ما جاتش مناسبة اقول. لما نرجع انا لازم اقول له ويطلقك. شفت يا معلم السكر بيعمل ايه؟ على فكرة بقى احنا لازم نبطل خمرة وش. قوم بقى نشرب لنا سجارتين كده عشان اتأكد ان انت مش زعلان. وانا كنت زعلان بس يعني مفيش مشكلة. بس بقول لك ايه؟ ما عندكش بودرة؟ في كل حاجة يا معلم، يلا. اوكي اوكي ستربينا. سيف، كابتن مو صلح لك عربيتك وحطيت لك المفتاح هنا على الترابيزه. ايه سيف؟ انت لسه سكران؟ انا راجع القاهره. افتح العربيه معاكي عشان تقضوا بيها مشاويركم، بس انت اللي تسوقي ما تخليش انا اللي يسوق، وانا هرجع بسوبر جيت. ايه العبط اللي بتقوله ده؟ شغل اطفال قوي، انت لسه قافش؟ عندنا مشاوير كتير قوي. انت اللي عندك مشاوير مش انا. انت اللي عايزه توصلي الفلوس مش انا. انا مش عبيط يا نيلي، انا يمكن يكون شكلي كده بس مش عبيط، وعارف انت محتاجاني ليه. عشان كل الناس بعدت من حواليكي. أنا بساعدك عشان أنا طيب وما بعرفش أقول لأ. أنا طيب بس عندي كرامة. واللي اسمه مو ده بعتر بكرامتي البحر الأحمر كله. خلاص يا سيف، سوري. ما هو ده آخرك. سوري. ويا ريتك بتقوليها من جواكي. أنت بتقوليها بس عشان تمشي بيها أمورك. تعملي المصيبة؟ سوري. تدوس على الناس وتهنيهم؟ سوري. مع ان الناس اللي انت بتهنيهم دول هم اللي قعدوك عندهم واستحملوا سخافاتك وغلاستك وقرفك. بص يا نيلي، انا من ساعه ما عرفتك وانا اتبهدلت بهدله ما شفتهاش في حياتي. وقفت جنبك وساعدتك عشان كنت شايف فيك حاجه حلوه،
بس انتي مصممة تصدري الوحش اللي جواكي، غرور وأنانية وعظمة وقلة ذوق وتكبر، لحد ما بقاش فيك حاجة عدلة أصلا. حتى أقرب الناس ليكي مبقوش طايقينك. جدع يا واد يا سيف، يسلم في امك. ايه بس يا نيلي، ما انت عارفه الواد سيف زربون وعصبي وفي الاخر بينزل على مفيش. بس تصدقي وتؤمني بالله الواد عنده حق. انت بتعيطي؟ انت عندك مشاعر زينا كده وبتعيطي عادي؟ ده انا فاكراكي جبله يا بت. طب خلاص خلاص ما تعيطيش، اوعي تكوني صدقتي كلام الواد المتخلف العبيط ده ان احنا ما بنطقيش. لا طب اقول لك على حاجه، انا عشت طول عمري كان نفسي يبقى ليا اخت او حتى صاحبه قريبه، بس يعني اتلهيت بقى في الشغل وحياتي وكده. نيلي انا ما اعرفش اي حد في حياتي غير خالتي صباح والواد هاني، وديك انتي عشرتيهم كام يوم جابوا لك تخلف، ما بالك انا بقى عايشه معاهم عمري كله. القصد يعني اللي انا عايزه اقوله لك ان اول ما ربنا بلاني بيكي قلت الحمد لله ربنا عوضني وبقى ليا اخت. حتى لو طلع موضوع الكنز اللي سايبه لنا جدنا ده باكل بان، هفضل احبك طول عمري عشان انت اختي بجد يا بت. انا مش وحشه يا شيرين، اوعي تفتكري ان انا بكون قصدي اضايق الناس او اعملهم وحش، بس انا شخصيتي كده، اتولدت كده وعشت طول عمري كده، بالذات بعد ما مامتي ماتت الناس كلها كانت بتدلعني، بس مفيش حاجه بطلبها ما بتجيش، محدش بيقول لي لا على اي حاجه. انت عارفه يا شيرين ان انا كمان ما عنديش اصحاب، انا كل اصحابي بيستغلوني وانا عارفه كده، عشان كده كنت دايما بقول انه اكيد مفيش حد بيحبني، لحد ما جيت لكم وشفت انتوا ازاي مستحمليني وبتعاملوني ازاي من غير سبب، فعرفت ان انا عندي مشكله وعرفت ان انا غلط ولازم اتصلح. بس صدقيني انا مش عارفه اتصلح، لان هو مش زرار ادوس عليها ابقى بني ادمه تانيه. يا ستي ما تشغليش بالك، تتصلحي او ما تتصلحيش احنا بنحبك كده زي ما انت، وبعدين القط ما يحبش الا خناقه. قصدك ان انا بخنقكوا يا شيرين؟ طبعا يا نيلي خنيقه جدا بصراحه. يا بنت انت بنت عمي يا بنت، يعني اختي. تعالي فهمي. I love you so much يا شيرين. Me too my sister. طب اقول لك الدليل ان انا بحبك قوي. قولي. هو ان انا دلوقتي وانا حضنكي ريحه الفسون اللي انت لابساه دي خانقاني قوي. ما خنقتني انا كمان يا نيلي ومستحمله والله. بس عامل ايه؟ ما انت عارفه ان الغردقه والعرق مع الفسون بيبقى صعب، وبعدين خلي بالك عرق الغردقه غير عرق بقى بورسعيد مع الفيزون بيبقى اقوى. تعيطيش بقى. سيف كده يا سيف، كده اللي انت عامله في نيلي ده؟ ما انا جاي عشان كده، انا اسف يا نيلي. طب يا جماعه انا هقوم عشان لحظات الاعتذار دي بتوترني. نيلي انا اسف، انا ما كنتش اقصد، ممكن ما تعيطيش. انت عندك حق يا سيف، انا فعلا انانيه وما بفكرش غير في نفسي، وانت طيب جدا، بس انا مش محتاجاك عشان انت طيب، انا محتاجه لك عشان انت راجل.
أنا بطمن وأنت جنبي يا سيف. ممكن في الأول كنت أبقى بستغلك لما الناس كلها بعدت من حواليا، ما كانش عندي حد غيرك أروح له. أنت عارف يا سيف، أنا من ساعة ما بابي اتسجن وأنا بحس إن أنا ضايعة ومفيش حد جنبي، لأن بابي كان دايماً بيحسسني إن كل حاجة تمام. زيك كده يا سيف، من ساعة ما عرفتك وكل الحاجات اللي بتعملها معايا ووقفتك جنبي رجعت أحس إن كل حاجة تمام. وأنا المفروض أقول إيه دلوقتي؟ قول اللي أنت عايزه، أعمل اللي أنت عايزه، لو عايز تمشي امشي، أنا مش هزعل. أنت تعبت معايا جداً وأنا أكيد مش هقدر أطلب منك إنك تتعب معايا أكتر من كده. لو عايز تمشي امشي يا سيف، عشان ما تقولش إن أنا بستغلك، بس أنا مش عايزك تمشي. ماشي هتمشي ولا ماشي هتقعد؟ ماشي هقعد. جدع ياد يا سيف، والله لو كنت مشيت كنت هقول عليك عيل واطي. هو انت كنت واقفه بتسمعينا؟ بصراحه اصلا انا عارفه الحاجات دي في اخرها بيبقى فيه ايموشن وكده، فقلقت قلت اجي افرملكوا، بس تمام الواد سيف طلع جدع بصراحه. اي بروميس يا جماعه انه من النهارده انتوا هتشوفوا نيلي تانيه خالص. طب يلا بينا بقى نلحق موضوع محفوظ والفلوس دي لانها هتغيرنا كلنا. اوكي يلا نطلع نلبس. لا نلبس ايه، ما انا لابسه اهو. يلا انت هتروحي بالقرف ده؟ هي هتروحي بالفسون ده؟ طب ما الفسون ده كان عاجبك دلوقتي يا نيلي، كنت حضناني ومقمط عليكي كنت شماه وتمام. خليه بقى يكمل اليوم عادي، الفسون هي كم. طب تعالي معايا. اي لاف الفسون على فكره والله. بس انت يا سيف طلعت اصلي، عملت ايه بقى؟ انت رفعت حاجه ولا سمعت لطفي بشناك ولا ايه؟ يا اختي طلعت راجل بصحيح، راجل كده خالته صباح. انا الحال المايل ما يعجبنيش. سوري يا سيف، انا مش عارف انا قلت لك كده ازاي بصراحه، يعني حقك عليا. ولا يهمك، مفيش حاجه. يعني بجد مش زعلان؟ عيب عليك. خلاص اعملوا حسابكم بقى ان احنا نخرج مع بعض ونسهر سهره حلوه كده، انا هعزمكم عليها عشان اصالحكم. طب معلش يا مو، ما تأجلها يعني، عشان عندنا مشوار ضروري لازم نروح النهارده. مشوار ايه؟ ايه المشوار؟ ال ايه بقى؟ هنروح مطعم محفوظ اللي على البحر عشان عيد ميلاد سيف النهارده. عيد مين يا متخلف؟ عيد ميلادك انت. وكنت ناسي، شوف كنت ناسي ازاي عيد ميلاد النهارده. كل سنه وانت طيب يا معلم. وانت طيب. خلاص هاجي معاكم، بس انا اللي هعزمكم. ها؟ وهكلم الناس بقى يحصلوها على هناك. طب بقول لك ايه؟ ممكن تكلم ايزابيلا دي تيجي؟ ده انا هكلم لك ايزابيلا وتوتابيلا وهعيصك. وانت عايز ايزابيلا دي تعمل بيها ايه يا روح امك؟ لا يا خالتي ما تفهميش غلط، اصل البت قفشت صاحبها والكلب بتاعها، البت متدمره وعايزين نخرجها من المود ده يعني. وانت بقى اللي هتطلعها من المود يا ابن شاكر بتاع الساكسونيا؟ ايه ده؟ انت اسمك هاني شاكر؟ بقول لك ايه؟ اسمي هاني الدبدوب، هاني شاكر ده اللي في البطاقة. طب ما تقول لهم الاسم الرباعي. هاني شاكر محرم فؤاد. طب ما تغني لنا حاجة. يا ابني الاسم القالش ده. اسم القالش؟ طب معلش ممكن نعرف اسمك ايه؟ اسمي مو يعني عادي. ايه مو ده بقى؟ ده صيني ولا تايلاندي ولا ايه؟ لا يعني اختصار لاسمي. ايوه ايه بقى الاختصار لايه؟ يعني المؤمن ولا مرقص؟ ايه؟ يعني ما علينا، يعني بحكي لكم بعدين. لا يعني قول دلوقتي. لا لا ما بعدين. محسن اسمك محسن. اسمي حلو بس مش. هاي جايز. تعالوا. ده سكسي طبعا. لا بجد بالظبط بالظبط. شوفي بعد اذنكم كان في فيلم بتطلعي فيه حلو قوي. الجزيره اكيد. الجزيره؟ لا لا هو ما كانش في الجزيره، كان على الارض عادي. ابراهيم الابيض؟ لا ولا كان ابيض. طب على ما تفتكري ادخل التواليت ارجع له. طب استني بس، ده احنا نجيب لك التواليت لحد عندك. ده انت هند صبري. ربنا يخليك. شيري هند لك فكره حلوه قوي. انا كنت عايزه اقول لك مشكلتي. مشكلة؟ طب ممكن انا اقول لك مشكلتي؟ انا ساكنه في الفيلا اللي جنبكم هنا، وجايه عشان المايه قطع عندي ولازم ادخل التواليت حالا. اكيد فاهمه. انا مش هاخد وقتك كتير، انا كنت عايزه اقول لك بس انه انا بابي في السجن، وكنت عايزاكي تساعديني انه بس. ماشي. طب ما تقولي كده من الاول. لا لا انا مش قصدي كده خالص. انا قصدي هاتي. هتجيبي ايه يا قمر؟ هاتي. طب بتجيبي النكلس ده؟ بطلي تسولي يا شريهان،
بصي انت تعرفي انكل محفوظ اللي هو صاحب المكان اللي احنا فيه ده؟ اه اعرفه. ليه؟ احنا دلوقتي محتاجين نجيب حاجه من العربيه المتعلقه فوق دي. مش هقولك يعني القصه كلها، بس انا كنت عايزاكي تروحي له وتشغليه. اشغله؟ اه يعني روحي اتكلمي معاه، ادلعي عليه، ارقصي له. رسيلو؟ ايوه. مش انت ممثله؟ بس يا نيلي سيبك منها. نيلي دي طلباتها شمال، انت ممثله محترمه ما بتعمليش حاجات السكس دي. بصي انت تخشي عليه بسكه ايه؟ الاكشن. الحق يا محفوظ هيخطفوه. مش هديكي اداء بقى، انت استاذ عقد. ايوه حلوه قوي دي. يلا اعملي كده. اعملي. انتوا مين؟ انا نيلي. وانا شيرهان. احنا احفاد ميكي. ميكي ده جدنا سيليبرتي. والصنف ده اسمه ايه بقى؟ فوازير؟ على فكره يا بنات عيب قوي الشباب يتبسط بس بمسؤوليه. اشربوا قهوه وفوقوا، انتوا اقوى من المخدرات. قال نيلي وشريهان. قال شفتي عشان طريقتك افتكرت ان احنا سكرانين. انت اللي فضحتينا، دي افتكرتنا مبلبعين. شفتي النكلس؟ خرابي على جنب. الهي يا رب ما توقع تتهنى بي، تدخل يفرط منها كده. شريهان ضيعت علينا فرصه بالتسول بتاعك ده. مش لاقي حاجه يا هاني قلبت الدنيا هنا. النجدة يا عم بطل، انت شارب ايه؟ استايكز يا عم بطول. مش لاقي اي حاجه خالص، ده كان ناقص اشيل الجلد من على الكأس. سيئة. انت جبت المجله دي منين؟ لقيتها هنا وانا بدور على المفتاح بالصدفه. طب مش تقول لي يا هاني؟ انت خلف ده. طب ما في كلاكس. واقول لك ايه الحياه يا سيف؟ في كلاكس. ايه ده؟ يهدين النبي، في مساحات يا سيف، في مساحات. بطل تخلف وبطل السكر اللي انت فيه ده. شايف العدد؟ لسه لف بيها وكاروز وامريكا كاروز ايه فوق من اللي انت فيه؟ اعمل حاجه. مستني ايه؟ عيش ايامك كلها. شدي بقى في. يلا انت مالك؟ انت شارب ايه؟ مالك عامل كده؟ مالك شارب ايه؟ ايوه مالك عامل كده ليه؟ يا جماعه النهارده عيد ميلاد صاحبي واخويا سيف اللي انا غلطت فيه النهارده، وحابب ان انا اعتذر له واحتفل بعيد ميلاده معاكم. سيف. او ماي جاد، ده بينده على سيف. سيف فين سيف يا جماعه؟ اهو بس اقول لك يا عم اهو سيف اهو. اسكت. ايه يا طفي، ايه حي جمهورك؟